ربي سبحانه كيعطى الإسلام قالك هذا الإسلام هو منهج حياة تكور كي تسامبليفي عن الكلام هكذا. الإسلام الديفينيسيون تاعو هو منهج حياة في كل شيء. من نهار اللي كنا في كروش الأمهات نتاعنا في بطون الأمهات من هذيك اللحظة والإسلام يرعاك قال لك الإجهاض هذاك ممنوع معناه راه يحميك راه يخاطب بالأب والأم ويخاطب المجتمع ويخاطب الطبيب ويخاطب لا ساج فام يخاطب الممرض يخاطب الجميع يقول ما اتونسيون الإجهاض لافورتمون هذا ممنوع إلا لمبررات شرعية ومسوغات طبية صحية. الله يبارك والإسلام معاك من هذيك اللحظة ومعاك وخطوة خطوة حتى تزيد. وديجا كي كنت في كرشي ماك ديجا الإسلام ثاني ما خلاكش. يجي رمضان الإسلام يقول الوالدة يقولها فطري. إذا كان الصيام يضرك فبالتالي يضر هذاك الطفل اللي في كرشك فطري. هذه رخصة رخصة من الإسلام للأمهات الحوامل للنساء الحوامل. وهذا طبعا هذا حديث طويل ماهوش هذا موضوعي باش نطول فيه. المهم حتى هذا الطفل يزيد الإسلام ثاني ما خلاش قالك لازم تثبت النسب نتاعو ما تضيعش النسب نتاعو هذا من الحقوق المقدسة للطفل. ولازم ترحب به بالأذان لازم الأذان يسمعوا في الأذن نتاعو اليمنى ويسمع الإقامة في رواية في الأذن اليسرى وتعطيه الاسم الحسن وهذه تفاصيل كثيرة شوية في جميع مراحل حياته. الأعب ذاك كي يوصل شاب الإسلام راه معاه في كل أموره باغي يدير تجارة باغي يتزوج باغي يدير إلى آخره الإسلام معاه 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 حتى نهار اللي ودع الدنيا يموت كي يموت ما خلاكش الإسلام بار هذاك النهار قالك عندك حقوق. واش من الحقوق اللي عنده الميت قبل ما يموت؟ قالك عنده حق أنه تذكره بلا إله إلا محمد رسول الله تلقين الشهادة هيد اسمي كثير لا إله إلا محمد رسول الله كي يموت تكفنه وتغسله وتكفنه وتصلي عليه وتعزي عائلته وتدفنه في مقبرة المسلمين وهكذاك روح يا زمان. إذا كاش نهار العظم نتاعو خرج من القبر نتاعو ما فغندير غسان يسوق زكايس شرع ربي الإسلام يغسان الميت سان الحرمة. النبي عليه الصلاة والسلام يناد كسر عظم الميت ككسره حيا سبحان الله. شوف هذه الرحلة نتاع الإنسان يحمينا الإسلام في جميع مراحل حياتنا هو منهج حياة ما نقولوش عقيدة فقط. الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاق وسلوك ومعاملات وفكر وثقافة واجتماع واقتصاد كل هذا الشيء.